أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، تقول: إذا مات لها قريب فإنها تذهب للصلاة عليه في المسجد مع الرجال، حيث يصلي النساء على جنازة اتباعا أو تبعا للرجال كي يحصل لهن قراط من الأجر، والسؤال: هل يشرع ذلك لهن أم أنه يعتبر من اتباع الجنائز؟ لا، ما هو من اتباع الجنائز، هذا يشرع للرجال والنساء. الصلاة على الميت يشرع للرجال والنساء، سواء صلينا عليه منفردات على الجنازة أو صلينا عليه تبعا للرجال خلف الرجال، ولهن الأجر في ذلك إن شاء الله. نعم. أما اتباع الجنازة هو السير معها إلى المقبرة، لا يجوز للمرأة أنها تسير مع الجنازة إلى المقبرة، أما أنها تجي للمسجد وتصلي خلف الرجال على الجنازة هذا شيء طيب. نعم. أو تصلي عليها قبل أن تخرج إلى المسجد وهي في بيت، تصلي عليه المرأة أو النساء يصلين عليه في البيت قبل أن يحمل إلى المسجد، هذا شيء طيب.